نلعب حاجة تانية؟ اه بس واحدة واحدة عليا بقى، كفاية اللي انت عملته فيها من شوية، فمش كله ورا بعض. كل دي كوتشينة عادية اهي. اه تمام. كل اللي هطلبه من حضرتك تقول لي ستوب في اي مكان يعجبك. انا بخاف من ستوب، انا بقلق منها. فلو نغير الجملة. طيب ستوب. خدي الكارت واحفظيه. تعالى. تمام. حابة تحطيه في الكوتشينة ولا تخليه معاكي؟ لا حابة اخليه معايا بقى. خليه معاكي؟ اهو. اكيد. أوه. طيب لو انا قلبت الكوتشينة ودورت عليها كده هعرف الكارت بتاعك ايه. صح؟ مش عارف. ما اكيد بسرعه لو عملت كده يقول لك ده يعرف الكارت بتاعه ايه. بس انا هخليها هنا. تمام. تمام. كل اللي انا اعمله عايزك تفكري في الكارت وتقوليه في سرك. فكرت. فكرتي؟ اه. قررتي خلاص؟ وماسكاه كمان عشان تسحبه كرفته في حاجه. اه فكرت. خلاص عايزك تحطيه هنا برده في نص الكوتشينه. خدي انت اللي حطيه بايدك. اه هات والله انا اصلا شاكه فيك. فنطي الكوتشينه زي ما انت عايزه. ما تبصش عليا. بس ممكن توري لهم الكارت بس عشان يبقوا عارفين، يعني انا لف وش اهو. اه خلاص؟ تمام. اتفضل يا باشا، مش هقول لك غير يا باشا بقى، اتفضل. اه والله اتفضل. اهو. كده اعرف الكارت بتاعك؟ مستحيل. مستحيل صح؟ اه. بسم الله. طيب هو الموضوع كارت سهل جدا يعني. ضاع منك. لا لا ولا ضاع ولا اي حاجه. طيب. عايزك بس تعملي كده، افتحي ايدك كده بس وقربي. ده كارتك اصلا الاثنين اللي هي قلب احمر صح؟ هي كارت، انا واثق ان ده كارتك اصلا اللي انا اخترته؟ اه. لا افرقي كده معلش. صدقني لا. ماشي تمام خليه هنا اهو. تمام. وعايزك تقولي ستوب في اي مكان يعجبك. طيب ستوب هنا؟ ماشي اوكي. هيبقى كارتك الشايب. لا برضه لا. طب وكده قولي ستوب. انا حسدتك الظاهر. ستوب هنا؟ ماشي. هيبقى كارتك السبعه. لا ايه ده يعني، ولا السبعه ولا الشايب ولا اي حاجه؟ طب ممكن تقول لنا كارتك ايه؟ كارتي 8 المتشقلب بالسبعة الحمراء دي. سامبوكسة؟ اه. طب لو عملت كده هتبقى في ايدك اصلا. سامبوكسة 8. طب انت شايف؟ انا مرعوبة، انا لازم اقول لكم كلكم تبقوا معايا عشان لو حصل اي مصيبة تبقوا معايا. ايه ده بقى؟ لا بجد والله ايه ده؟ خفة يد. لا ده مش خفة يد. لا مش خايفه جد، احكي لي احنا بقى هنبطل رسم ونشوف المصيبه اللي انت حطيتني فيها دي ازاي بتعمل كده. هي الفكره كلها حبيت ان انا اعمل ميكس ما بين الرسم والماجيك، ف بقيت عارف كل الالعاب ده. في حاجات اصعب بكتير جدا اصلا، دي حاجه بسيطه جدا، في افكار كتير جدا. انت باهرني يا دكتور، مش عارفه اسالك السؤال اللي بعده، هضطر ارجع للورقه. لا بجد، لا بجد. طب ازاي؟ هي فكره كلها ده برضو بدات من 5 ابتدائي ولا لما لا كبرت؟ لا يعني موضوع دوت جيب الموضوع كورونا، لما في كورونا ما كانش في شغل. اه كان شغل كل وقت. فانا من طبيعتي ما بحبش ابقى قاعد ما بعملش اي حاجه، فقلت ادخل في المجال دوت العب شويه. طب اتعلمته منين؟ مصادر اجنبيه؟ على السوشيال ميديا؟ اه طبعا من على السوشيال ميديا، وكل حاجه اصلا بتبان وكده، والطريقه بتاعتها سهله جدا مش صعبه. خدت معاك قد ايه وقت عشان تتعلمها؟ عشان انا مفكر اتعلمها. صدقني عايز اعرف بالظبط اسبوع. كنت عارف العاب كتير جدا وعارف عرفت سرها كمان بس الفكره كلها عشان بقيت انزل عندي فيديوهات وبلعب مع صحابي بطريقه وكده، فناس كده افتكرت ان انا سيب الرسم، فعشان كده بطلت انزل فيديوهات عندي في الحوارات دي. اه فهمت. طب هما ليهم علاقه؟ يعني في علاقه مشتركه بين الفن ده والفن ده؟ لا هو ده مجال وده مجال. ده مجال. انت حبيت تربطهم ببعض؟ حبيت اربط الاثنين مع بعض وترعب الناس اللي حواليك واولهم انا صح؟ ولا اي حاجه.